السلام عليكم يا رهيبين، كيف حالكم؟ معاكم فهد الشيحة. هلا. لا عمران سلم على الناس. هلا، السلام عليكم، عمران الحازم معاكم. بالضبط. فالحين شوف في تحدي قاعد يصير بين عمران تطويل اللحية. شو الحين كيف صارت انا وانت عمران؟ طبعا بحاول يطولها عشان طيب قلنا اللي طيب. يطول لحية يوصل للطاولة شو يصير عمران؟ ياخذ الاكس بوكس، ياخذ الاكس بوكس ون اكس. طبعا بعده بيطلع اكس بوكس 1 اكس اكس يمكن برضه باخذه. هذا جهاز اكس بوكس 1 اكس للكل كان ينتظره. وطبعا انا اتذكر لما كنت جالس في 2016 في E3 فمؤتمر مايكروسوفت وجابوا لنا كذا فجاه تكلموا عن شيء اسمه سكوربيو. سكوربيو هذا عرض سبيكس مره عاليه 6 جيجا ومش عارف ايش وشيء خرافي. كان انا مسكين كنت في البيت جالس، هو كان في البيت جالس. كنت تشوف الايفنت؟ اي شفت الايفنت. كنت جالس على اساس يعني طبعا اساسي كذا 3D وانت جالس في بيتك سماعات صغيره. اوكي تمام. فكلنا تحمس الموضوع هذا وكلنا قاعد نسرب وش بيصير هذا. فكل قام ناس والله هذا بيصير احسن جهاز العاب مدري ايش، وكان الهدف انه بيصير يعني اقوى جهاز العاب، نزل اقوى لعبه كونسول. بعدين جاء فيديو يوتيوب صح، عرضوا لي يعرضون ورانا كيف ان فكره الرقاقه هذه بيكون فيها جرافيكس جامد، وصعدوا لعبه فورزا 7 كانت قبل ما تنزل فورزا. جزء منها بسيط، كان صور ولا كان فيديو ما اتذكر بالضبط. صوره بس كان صوره صح؟ صورة كان صوره صار لك القوه هذه، يقول لك انه في امكانيه برضو الالعاب القديمه تصير احسن مع الاكس وزي كذا. بعدين حضرنا E3 2017 وشفنا حلو هذا. اول شيء صدمنا ان هذا شكله تقريبا مثل ليش خنفك طلع حابين بس نشكر اكس بوكس السعوديه بالضبط. على توفيرنا صح الجهاز الرهيب هذا عشان نسوي لكم انبوكسنج ونوريك. ترى مقطوع مجهز، انا مقطوع مجهز بسرعه نطلع. طب انا بشرح لهم هذا قبل ما انت تفكك الاشياء. يعطوك زي الورقه رهيبه كذا زي ما انتم شايفينها. هنا يقول لك دليل المستخدم. صار دليل المستخدم، ما صار مثل زمان كتيب كبير وفضاوه ومدري كيف. خلاص صار يعطيك كذا اربع ارشادات كيف تشغل الجهاز. اما ثقيل طيب 4K ترى عشان كذا ثقيل. فبعدين يعطوك كمان جيم باس. هذا جيم باس زي البرنامج حق الاكس بوكس، يعطيك 100 لعبه تقدر تلعبها ببلاش لمده شهر. يعتبر اشتراك، هذا شيء جدا جميل. وايضا عندنا الاكس بوكس لايف اللي هو الاشتراك حق انك تلعب اونلاين وتتكلم مع اخويانك في البارتي لمده شهر بس تجريبيه، بعدين تدفع فلوس من جيبك. ف جيبك ولا جيب صديق اذا ضبطت نفسك. طبعا شو اشيل شيله عمران؟ شيله والله ثقيل. لا ما توقعته كذا. والله ثقيل، والله ما توقعته كذا. لما اقول ثقيل ثقيل يا جماعه، يعني حجمه يعني كذا كيف قاعد ينزل ظهري. لا ثقيل بس انت ما حتشيله في جيبك، انت بتحطه على الطاوله. والله ايش جيبي. نبدا بس بسم الله الرحمن الرحيم. انت من زاويه بشوي. اول واحد يلمسه خلاص سبقتك. واحد ايش اسمه يبوسه. لمسته انا قبلك خلاص. طيب زي ما تشوفوا هذا الجهاز قدامكم شكله قريب، والله ثقيل، شكله قريب من الاكس بوكس 1 اس صح كتصميم؟ اي قريب منه مره قريب، حتى يمكن قريب من الحجم حقه بس، ولكن ثقيل يعني صراحه. انا قاعد اعيد ثقيل لانه من جد صدمه هذه. انا ما عمري شفته قبل كذا، شفناه في جيمز كون وجربناه بس ما شلناه لانه كان عليه سكيورتي كذا حرس كذا حط له سكيورتي ومربطينه بسلاسل كذا. عمران جاي يتحرش فيه وكان بيجلس كذا. والله كان تصير فظيع. بدي هذا زر ولا لمس؟ زر حلو ممتاز. احلى شيء اللمس مره ما من جد. انا لانه عندي الاكس بوكس 1 والاكس بوكس القديم امر جنبه بعض الوقت بتشيل حاجه من قدام. اي بس امر جنبه تبيني؟ لا ما ابغاك اطفى لا تشتغل. يعطيك الصوت قاعد تربل. اي تربل يقعد لا يا خلاص انطر لما تتولع. نفس المخارج اللي من الخلف بالضبط. عندك حق الكهرباء، بعدين اثنين اتش دي ام اي. خلينا نوري الشباب اللي هناك اثنين اتش دي ام اي، واحد ان واحد اوت، واحد حق الاوبتيك وواحد حق الانترنت، والظاهر اثنين يو اس بي. عندنا اثنين يو اس بي. ايوه اثنين يو اس بي متاكد؟ نفس الفكره برضه. نفس المخارج حق القديم بالضبط. نفس الشيء هذا ما حاب نطول عليكم. ايش بعد في الفرق كله جوا الفرق. الفرق كله جوا صار زي الاس بالضبط زي الاس. اي نفس حتى التصميم، حتى الاماكن الازرة وكل حاجه نفس تصميم الاس. الفرق الوحيد اللي اشوفه انه لونه اسود. اس ما نزل اسود. اسود حلو. لا ما نزل. ما نزل اسود. ما ادري كان في اصدارات خاصه ما اعرف صراحه بس بس هذا اسود طافي. هذا احلى ما فيه. اسود طافي وثقيل. الاشياء اللي داخله بصراحه شيء يعني لما تشوفه بالثقل هذا تعرف انه شيء جامد. وفعليا يشغل لك العاب على 4K، يشغل لك على HDR، يشغل لك اما المحول داخلي كمان. هذا ميزه حلوه جدا ممتازه. عندنا سلك HDMI زي ما انتم شايفين. خلينا نقلبه زي حقون المضيفين والمضيفات لما يشرحون. عندنا طريقه اليد جوا، اليد بالداخل. اتوقع ان اليد ما فيها اي اختلاف ابدا. ما في صح؟ اربط اليد من اليسار لليمين عشان وقت الاقلاع تقدر تلعب وانت مرتاح. فاليد ما كان فيه اي مشكله. بس هذه الاشياء اللي جت معاه بس سلك HDMI يد وجهاز سلك هدمي يد
هذا يعني واشتراك بشهر واشتراك جيم بلس جيم بلس لا هذا جيم باس جيم باس جيم باس طيب هذه العاب عندك عندك العاب تلعبها كم لعبة عندك 100 ويتحدث دائما ترى هذه حلوه بصراحه هذا شيء بطل صراحه شيء مره بطل هذا صح تسوونه على طول خلينا نتكلم عن الجهاز طبعا الجهاز زي ما تشوفون بالعلبه كاتبين لك اصلا 4K جيمنج هذا شيء جد هذا اساس الجهاز ده يشغل لك العاب 4K حقيقي مش 4K اب سكيل لا زي بعض الاجهزه لا 4K حقيقي فورزا 7 تشتغل على 4K حقيقي ما كان 60 فريم 60 فريم وكان يستخدم 66% من المعالج يعني ما كان يستخدم كامل قوات المعالج فهذه ميزه جدا جميله بصراحه بس يعني هذا اللي عندنا نوريكم يعني الجهاز ان شاء الله خليكم معنا اشتركوا بالقناه وحطوا لايك وان شاء الله راح تشوف عمران اصبر ما خلص عمران اصبر خلص الفيديو بعدين خذه ما راح تخلص هو حقنا ان شاء الله بنجرب لكم العاب كثيره راح تنزل اوه في حد لازم اذكرها عندنا فورز عندنا العاب في العاب قديمه نزلت الحين صارت تدعم هذه الخاصيه نزلها ابديت امس او قبل امس او خلال هذا الاسبوع نزلها ابديت واحده منهم العاب رايز اوف توم بريدر صارت الحين تدعم هذا الشيء ممتاز حلو اصلا اللعبه خرافيه حق رايز اوف توم بريدر حقت الاكس بوكس 1 اكس افضل شكليا يعني من الشكل اللي شفته انا من باقي الاجهزه اوكي عرفت فهذا شيء مره ممتاز جدا وغير كذا شادو اوف وور ايوه نزل لها برضو تحديث ولا تقطع كمان اساسن كريد ولا اساسن كريد من اول اصلا من اول اصلا اي من اول من اول بلت على هذه انا اساسن كريد جربتها انا في شو اسمه جيمز كون بريطانيا لا بريطانيا جيمز كون جربتها زبده بهذا الجهاز طبعا مو الجهاز ده الجهاز اللي كان بروتوتايب حقه بس انه شغاله بيرفكت زي كذا فهذا كله عندنا احنا وهذا الجهاز قدامكم خليكم معنا ان شاء الله واشتركوا بالقناه حطوا لايك حطوا عمره لايك بعد وانا لايك الا لايكات يعني ثلاثه لايكات عليك اي اسئله تبون على الجهاز اكتبوا تحت نجاوب عليكم ان شاء الله وراح نوريكم العاب ثانيه كثير عليها نشغلها على دقه اذا قدرنا نوريهم الالعاب ما في شيء اسمه على دقه هو يشغل لك على دقه ما في شيء اسمه اعدادات وشيء زي كذا على طول اي موجود صح حيدلعك فكما كبرت الشيحه عمران الحاسمي يعطيكم العافيه مع السلامه تعال